والوفاء يعظم مع الوالدين، فقد تعبا لراحتك وسهرا لنومك وكدح الوالد لعيشك، وحملتك أمك كرها ووضعتك كرها. وأول واجب فرضه الله من حقوق الخلق البر بالوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الوفاء لهما الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وطاعتهما في غير معصية وفعل الجميل معهما وإدخال السرور على نفوسهما. ومن البر بهما أن يريا ثمرة جهدهما على أولادهما بسلوكهم طريق الاستقامة والصلاح. ومن الوفاء لهما إكرام صديقهما بعد موتهما. مر أعرابي على ابن عمر فقال له ابن عمر: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر دابة كان يركبها وقال: اركبها. وأعطاه عمامته وقال: اشتد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي دابة كنت تروح عليها وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهله ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. رواه مسلم.